من حلف أنه لا يملك الشيء الفلاني ناسيا فهل يكون آثما؟ إذا حلف الإنسان بناء على غالب ظنه، حلف بناء على غالب ظنه ولم يتعمد الكذب، ثم بان الأمر بخلاف ما حلف عليه فلا حرج عليه بذلك، لأن هذا يعتبر من لغو اليمين. الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهو لم يتعمد الكذب. جزاكم الله خيرا.